أهلا بكم من جديد. أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن إطلاق أعمال الدورة الثالثة من مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، وخلال مؤتمر صحفي أقيم بهذه المناسبة بالتعاون مع تمكين أوضحت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيسة لجنة الامتياز وعضو المجلس الأعلى للمرأة أن مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية من المبادرات التي أطلقت بتوجيهات من صاحبة السمو الملكية الأميرة سابقة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال والمساهمة في تشجيع المرأة البحرينية على الإبداع والتميز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني. الهدف من هذه الامتياز أن نسلط الضوء على المرأة البحرينية الريادية الناجحة اللي قدرت تأسس مشروع ريادي متميز في المملكة وتساهم في الاقتصاد الوطني وتساهم أيضا في تنمية وتمكين حياتها والمرأة عموما. ما تقوم به هذه الجائزة هي تسليط الضوء على قصص النجاح وتشجع يعني كل من يقرر الخوض في هذا المجال أن يكون يعني أن يخوضه ويتميز فيه ولا يخوضه بشكل اعتيادي. جائزة امتياز الشرف تعتبر وسام شرف لكل امرأة بحرينية تخوض العمل الحر أو لكل رائدة أعمال بحرينية، لأن هذه الجائزة تعطي سبورت أو دفعة للتميز أيضا التوسع في مجال العمل. لعبنا دور في لجنة التحكيم ولجنة القائمة على هذه الجائزة، احنا أيضا قاعدين ننظر في كيف ندعم الفائزة في هذا الشرف بحيث ندعمها تكبر بشكل أسرع ولا توسع في عملها. ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أعمال اللقاء التشاوري المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون ورؤساء الغرف التجارية بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن صالح العطيشان. وقد أكد الزياني أن هذا اللقاء المشترك يؤكد على أهمية استمرار نهج التشاور والتعاون بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وذلك تعزيزا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي في عجلة الاقتصاد، مما ينعكس بصورة إيجابية على المكانة الاقتصادية والتجارية لدول المجلس. تركز الاجتماع على بحث سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بحيث أن احنا نهدف إلى تسهيل التجارة البينية بين دول الخليج وانتقال السلع تحقيقا لرغبة القادة في تسهيل الإجراءات والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج. بحثت عدة مواضيع، بعضها من الاجتماع الأول وبعضها مواضيع مستجدة، والحمد لله كان اجتماع ممتاز جدا وبناء، خرجنا فيه على توصيات راح نرفعها ان شاء الله للمعنيين كلهم في قطاعه، ونتامل ان شاء الله ان نشوفها في حيز النفاذ في اسرع وقت ممكن. وهناك اهتمام كبير من دول مجلس التعاون في تعزيز وتقويه دور القطاع الخاص واعطاء الدور الاساسي في التنويع الاقتصادي وفي قامه المشاريع المشتركه وايضا في المساهمه في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق أهداف التنمية التي تسعى عليها دول المجلس. في سياق آخر، أكد الزياني في تصريح خاص للنشرة الاقتصادية أن مملكة البحرين هي أولى الدول التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن وجود استثمار أمريكي بهذا الحجم في السعودية يعزز موقف البحرين وينعشها اقتصاديا بحكم القرب الجغرافي. البحرين أول دولة وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فإحنا يعني من 10 سنين فتحنا أسواقنا للولايات المتحدة. أيضا في الآونة الأخيرة يعني في آخر سنتين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قمنا بتحديث كثير من الإجراءات ومشترطات الملكية والسجل التجاري وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأصلا هذه كان يعني مسبقا الأمريكي يعامل كالبحريني بحكم الاتفاقية الثنائية.
طبعا وجود استثمار أمريكي كبير في السعودية يعزز موقف البحرين بحكم القرابة. احنا البحرين اليوم نجحنا ان تكون مركز يخدم للسعودية لوجستيا سواء في التصدير او في الاستيراد الى السوق السعودي، فنأمل بوجود قاعدة صناعية اكبر في المملكة العربية السعودية، ان المشاريع في البحرين تستفيد اكثر بخدمة هذه المشاريع، وان القطاع اللوجستي ايضا ينتعش اكثر من جراء هذه. استضافت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة العمل الثالثة والاجتماع الثالث لفريق عمل إحصاءات الاستثمار الأجنبي. وناقشت ورشة العمل الثالثة التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي للعام الجاري، كما تطرقت الورشة كذلك إلى مناقشة الدروس المستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الدول الأعضاء بشأن تنفيذ المسح، مع السعي المستمر لتنسيق إحصاءات الاستثمار الأجنبي التي تنتهجها مراكز الإحصاء الوطنية، إلى جانب تجميع ونشر إحصاءات هذا النوع من الاستثمار بما فيها المجاميع الإقليمية. أهداف الورشة الوقوف على مدى استعداد الدول لتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي المنسق خلال العام 2017. بناء على الخطة الاستراتيجية التي أعدها المركز الإحصائي الخليجي، فإنه من المفترض تنفيذ المسح الاستثمار المنسق خلال العام 2017. هنالك خطة استراتيجية وضعها المركز الإحصائي الخليجي خلال الفترة 2015-2020، تم تحديد 11 مجال إحصائي يتم تنفيذها خلال الفترة من 2015-2020. احنا ممثلين المملكة العربية السعودية في الورشة، والاستفادة صراحة كانت كبيرة. حزن كيف احنا نوفر بيانات الاستثمار الأجنبي وكيف أن نستفيد منها في بياناتنا. طبعا أنا من معدين ميزان مدفوعات، فالاستثمار المباشر اللي هو بند مهم في ميزان مدفوعات. فالمركز الإحصائي مشكور قام بجمع الدول الخليج على أساس أن نقدر نوفر هذه البيانات ونسوي المساحات المطلوبة. خرجت شركة الاستثمارات التكنولوجية سي فايف 8 شركات مشاركة في برنامج تسريع الأعمال التكنولوجية كلاود 10، والذي يعمل بواسطة أمازون ويب سايت، وذلك بالشراكة مع تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية. ويهدف برنامج كلاود 10 إلى مساعدة الشركات التكنولوجية الناشئة على توسعة أعمالها باستخدام الحوسبة السحابية، علاوة على التمتع بمرونة تشغيلية أكبر عن طريق إزالة الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية في الشركات وتخفيض التكاليف. ويتألف برنامج كلاود 10 الذي يمتد لثلاثة أشهر من سلسلة إرشادات تعرف بالأنشطة أو الدروس التي تغطي جميع أوجه توسعة شركات التكنولوجيا، مثل زيادة العمليات وتخطيط الأعمال، إضافة إلى استقطاب العملاء والتسويق والإدارة والهيكل التنظيمي. طبعا هي تجربة فريدة من نوعها وجديدة في البحرين، تجربة عملية على أرض الواقع. طبعا احنا نحاول مع الجهات الأخرى الرسمية أن نحقق بيئة استثمارية مناسبة خاصة إلى أصحاب الشركات الناشئة عن طريق واحدة الطرق، طبعا هي عن طريق المسرعات. فاحنا مستمرين ما دام البرنامج ناجح، وما دام الفائدة ليست فقط في تخرج والاستثمار، ولكن أيضا في المرحلة البدائية اللي هي مرحلة التعلم. والله تم تخريج في هالفوج 8 شركات، من 5 منهم من البحرين وشركة سعودية، بالإضافة إلى شركة بريطانية وشركة أمريكية. وكل الشركات تعتبر شركات تقنية أو مدعومة تقنيا، وتركز على المجالات التحولية مثل التقنية الطبية والمالية. في هالفوج عندنا شركة تقنية إعلامية، شركة أمن إلكتروني داخل السحابة، بالإضافة إلى شركات تقنية طبية وتقنية تعليمية. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. We'll be right back.